مشاهدينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم وموعد جديد في برنامج الذواقه. اليوم نستقبل ضيفه جديده في هذا البرنامج ونحن تو موجودين في لافايت في واحد من افخر المطاعم الايطاليه اللي يقدم اشهى الاطباق لحرفاء الطلين والتوانسه على حد السواء. تشيركولو ايطاليانو هو مطعم فاخر في قلب العاصمه في تونس ونستقبل في الذواقه اليوم الفنانه ذات الصوت الذهبي ذات الصوت العميق عليا بالعيد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع الذواقه واليوم مع الذواقه الصحاح على خاطر اليوم الكوجينه نتاعنا ايطاليه. كما تعرفوا الكوزين الايطاليه تتميز بالباستا بالعجينه نتاعها تتميز بالاجبان وبرشا حاجات بنينه. ضيفتنا اليوم ذات الصوت العميق والجميل والروح الخفيفه عليا بالعيد. اهلا وسهلا ومرحبا بك. عايش كنساف ميرسي بوكو للدعوه هذه وانا فرحانه لبيناتكم اليوم وميرسي بوكو. نعيشك مرحبا. ومعنا اليوم لو فيس بريزيدون دو لا تشيركولو ايطالياني اللي هي نادي مسيو سالفاتوري. مرحبا بك. اهلا وسهلا. بونجور. تتكلم بالعربي. اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك في سيركو ايطاليانو. سيركو ايطاليانو سي ديبوي 1960 سون ايزيستونس. 57 سنه يعني عمر هذا النادي. Facciamo solamente un fait seulement de la cuisine italienne. Mm-hmm. C'est un club privé. اختصاصات ايطاليه يعني 100%. نعم. Qui appartient à l'ambassade d'Italie. Mm-hmm. Au ministère de l'Extérieur italien. Ministère d'Extérieur italien. Mm-hmm. Et on est vraiment heureux et contents. Siamo contenti di avere due belle signore come voi in Italia. Grazie, grazie signori. طبعا الاطباق الشهيه واللبنينه هذه اليوم حاضر هنا الشيف ادريانو. اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم. نتكلم بالعربي ولا بالسوري؟ كيما تب كيما تب كيما تحبوا. اذا نحكي شويه كيما تب كيما تب. مرحبا بك اذا ومرحبا بينا عندكم انتم في ضيافتكم. عايشك لو كان عايشك تقدم لنا الاطباق اليوم اللي حضرته هنا. انا بريباري 4 بلا. Uh-huh. Adica, c'est la burrata, c'est un plat typiquement italien. Burrata c'est un pâte fait de mozzarella uh-huh. avec des crèmes du lait dedans. Uh-huh. Ça, c'est un pâte, c'est gnocchi. C'est un pâte avec la crème du gorgonzola, uh-huh. avec du noix et de parmesan. C'est la, ça, c'est pâte avec des pommes de terre et des farines à la pâte. Ah, et la crème, c'est un crème de gorgonzola, c'est un jiben italien. Typiquement italien. Italienne, fait à la patate, fait à la roquefort, fait à la. La pâte, c'est avec la farine. Oui, c'est comme le gorgonzola, c'est presque comme le roquefort, c'est pas roquefort. Il y a l'italien. Ouais, ouais. Ça, c'est ravioli, ravioli avec la, un farce de ricotta épinard. معناها الرافيولي هذه فيها من داخل في وسط فما سبانيح وجبن باهي برشا ريغوتا جبن ريغوتا افيك بال ريغوتا زيدا ريغوتا سي سي تو ايطاليان ايطاليا ايطاليا بال وكدا صوص نتاع طومات سيريس وبازيليك افيك دو بارميزون وسا وهذيك سابيل باكيري سي ان تيب دي بات نابوليتان avec des clovis sèches et calamar ou gamberi. Mm-hmm. Fruits de mer. Ça, c'est la. On va dire que la pizza. La margarita. Ah, la margarita. La fameuse. Pizza. الشهيره. Ah oui. نحكيو شويه على المطعم هذايا التشيركولو ايطاليانو. يعني يستقبل طبعا هو في قلب العاصمه في لافايت في تونس ويستقبل يعني حرفاء من ايطاليا يعني مقيمين في تونس وكذلك التوانسه اكيد. فهمك بيانو بيانو. لا لا بيانو بيانو سبيتا سبيتا بالعربي لي كليون هنا يعني بالنسبه لي كليون هما ايطاليين او تواسا بير لي كليون بو دو لي سيركل ايطاليان سو تيبيكومون ايطاليان اون دون لا بوسيبيليتي ميم ا لي تونيزيان دو رونتري افيك ان كارت ا كارت مومبر اي مرحبا بيك بو تو الموند. شكرا لك. طبعا ما نجموش نبداو كان من نبداو بالغناء. شكون ما يعرفش غناء توتو كوتوليو لا شانتي لي كاتاري انا مسيو سالفاتوري اليوم سالفاتوري وعليا باش يغنيو لنا تحيه 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 للطلين الباقيين تحيه لايطاليا.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Sono un italiano. Voilà. Bravo, merci comme ça, Hatawan. Bravissima. باش ندخلوا للكوجينا وباش نشوفوا هالاطباق هذيا كيفاش تم طبخها وبعدها. مرحبا بكم. Buongiorno a tutti. Oggi per i nostri invitati abbiamo preparato quattro portate. Inizieremo con la burrata da quella parte, che è un antipasto, se non tre, a base di mozzarella. Un autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con Guarca. I tuoi artisti. Slata. Con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia. Piatto caldo, quindi un primo piatto, faremo seppie, calamari, gamberi e vongole con un po' di bottarga macinata sopra. Allora, prendiamo questo, ovviamente i paccheri, questi sono una pasta tipica italiana, trafilata al bronzo. Allora prendiamo i pacchi e la seppia e la tagliamo a listarelle. Adesso Yassin finirà di farmi la seppia e noi mettiamo adesso la pasta nel bollitore. Camelle intanto sta preparando l'olio aglio. Un italiano vero. Un Italia che non si spaventa. Intanto che vanno le seppie, i calamari sono il primo ingrediente che va subito sul fuoco. Adesso possiamo iniziare a mettere già le vongole. E Tunis, famascuni è quello del tomato sauce, ma in Italia lo spaghetto e i fruit di mer, se sul mo, le tomate fresche, pomodoro fresco. Ne ha per cement, no, come sai, con mozza, adonelle, gu. E le tomate. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano. Diamo un po' di acqua di cottura all'intingolo. E dopo mettiamo i gamberi. I gamberi verso la fine perché ci vuole poca cottura. Ecco, le nostre vongole sono quasi pronte. Siamo pronti per impiattare. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. E infine un po' di prezzemolo. Paccheri ai frutti di mare. Facciamo gli gnocchi alla crema di gorgonzola, noci, parmigiano. Prendiamo un po' di gorgonzola e lo mettiamo dentro alla pentola. Lo facciamo sciogliere con il burro. Adesso mettiamo un po' di acqua di cottura della pasta, giusto un pochino. Ah sì, mi prendi i gnocchi per favore. Musica è
più lontano e versiamo la crema di latte. Allora, io consiglio la crema di latte perché non è molto acida come la crème fraîche. Pianura azzurre, si aprono. Il piatto è già pronto. Gli gnocchi sono a base di pomme de terre, patate e farina. E siamo pronti per impiattare. Voilà. Che tutto intorno a me, a me. Adesso mettiamo le noci spezzate con la mano. E infine una grattata di parmigiano. Gnocchi alla crema di gorgonzola, noci e parmigiano. Sono dei ravioli fatti in casa con una farcitura di ricotta e spinaci, sbneha e parmigiano. Allora, cominciamo. Mettiamo un po' di olio nella pentola, uno spicchio d'aglio tagliato, piccolino. E tagliamo un po' di pomodori a cubetti. Questo piatto lo facciamo con i pomodori freschi e il basilico, una salsa molto veloce che in Italia è molto, molto amata. Un piatto tipico dell'Italia. I ravioli, come gli gnocchi, quando sono freschissimi si cuociono in giro di 2 minuti, 3 minuti. Quando inizia a imbiondire un po' l'olio, mettiamo i pomodori, facciamo soffriggere bene. Adesso mettiamo gli ravioli. Mettiamo 2 foglioline di basilico. Fa parte di me. Un po' di sale. Cammina con me. Un po' di acqua di cottura della pasta. Molto veloce, ho fatto la cremina perché la farina dei ravioli all'amido, quindi inizia a fare una bella crema. Voilà. Impiattiamo i ravioli. Voilà. Scuse ho inventato io. Grazie. Anche qui una grattatina di parmigiano. Sempre a modo mio. Evitare così. Voilà, il nostro piatto è finito. Ravioli di ricotta e spinaci con una salsina di pomodori freschi e basilico con un po' di parmigiano sopra.
إذا شفتوا مشاهدينا دخلنا الكوجينة وشفنا الشيف أدرياني وشو حضرنا أطباق بنينة وهي معروفة الكوجينة الإيطالية معناتها تخي غافيني معناها معروفة الأطباق الإيطالية مخوحة بالجدي معناها مونديال مو أي معروفة بالجدي إذا في المعهود يعني بوراتا يبدأوا بها هولية بوراتا نبدأوا بها خليني نذوقك دونك بوراتا عالية أوي حبيبتي أنت معروفة بيتوتية وتحب برشا الكوجينة بون تحب الكوجينة طيب بنت الدار معناها بيدي مانيش صنيفة لكن كن طيب حاجة تقول أمي معناها عندي نفس به في الماكلة أي حتى تبدأ ما عنديش معناها حاجات نجم من أي من حاجات بسيطة نخلق لك ماكلة وتكون بنينة فهمت؟ خيب يا وشنية أحسن بلا طيبها؟ مش أقول لك المقرونة كنا نقول المقرونة هاي؟ بو العالية نحبك الذوق ميرسي عايشة أختي نحبك الذوق بو شنو عنا احنا في كل شيء عنا المخية عنا العجة عنا المرق الكل كي جلبينة كي اللوبيا المخية الكسكسي كي مرقة مالح كي فوالا هذوما طيبهم ومغرومة بالطبخ الإيطالية مش برشا معناها بالطبيعة مش مغرومة لكن كي نعرفها الماكلة بنينة الإيطاليانية الكل دونك انا متذوقه معناها للاكل باهي ذوق وقولي شنو رايك باهي عزيزتي هاو باش نذوق نقول لك بصدق اي اللي هي بوراتا دونك هي بجبن وبطماطم فوقها بالزعتر من فوق بالزعتر هنشوف هنشوف بسم الله كيني فيها موزاريلا بنينه برشا الحق بنينة الحق بنينة بنينة والجبن متاحة معناتها كاللي هذا أدريانو هدرة فيه هدرة فيك يا أدريانو بيه عالية خلينا نحكيه على طبعا على الفن ما نجموش نحكيه على عالية من غير ما نرجع للتميزة بالطبيعة وصوتها العميق طبعا في مجال الفن في الصوت المتميز أعطينا بدايتي كيفاش كانت؟ بدايتي كانت ضمن ساعة في الشارع هذا اللي نحبه شارع برشا الحرية اي واللي عندي فيه ذكريات جميلة برشا دوبوي بلوس كو 30 عام فوالا بديت في برنامج نادي المواهب مع سي عبد الحميد بالعلجية الله يرحمه وينعمه هو سي عبد الستار بن عيسى احتضنونا كيما توا يحتضنوا في ستار اكاديمي ولا فويس وغيره من البرامج في الوقت هذاك معناها كان عندنا برنامج نادي المواهب وكان اللي هي بينا الله يطول في عمره ونحبه برشا رؤوف كوكا وكنا مجموعه تحيه لي رؤوف كوكا رؤوف كوكا طبعا من الناس من البهيم اللي شجعنا برشا في الفتره ذيك واللي تلهى بينا برشا يجيني حتى للدار باش سواء انا ولا اصحابي والكل باش معناها يهزنا من الدار للاذاعه معناها بالحق تلهاو بينا لهوه حلوه حلوه برشا سيتي معناها فان 84 ديبي 85 من بعد عملونا اختبار بيان سور صوتي جيتي انا لا بروميير وتحصلت على نقاط حلوه برشا 18 سور 20 و 19 سور 20 18 سور 20 في هو صحيح 19 سور 20 في لسه فاكر بعد عملنا تصفيات وبعد احتضنونا الملحنين اللي كانوا موجودين في قسم الموسيقى شادي انور الله يرحمه وينعمه محمد رضا ربي يطول في عمره قاسم كيفي ربي يطول في عمره في الفتره هذيك احتضنونا وعملوا لنا معناها انتاج انتاج معناها انتاج خاص بينا خلصوا الاذاعه والتلفزه هي معناها اللي تلهيت بينا في المجال هذا فانا باغ اكزومبل وقت طلعت على مسرح كارتاج كانت عندي اول غنيه قصيد اغضب كما تشاء لنزار قباني والكلمات الشعر بيان سور والالحان لحن كان لشادلي انور صابر باعي والله ما نستحضرش لا شانسون اللي غناها مي لا ترحلي جو كوا محمد رضا ومنيره حمدي زيد والله نسيت شكون اللي لحن لها منيره زيد كنا مع بعضنا
فوالا جيل كامل يعني حمامي نعم. زاده لحن لها سيد احمد عيسى الله يرحمه وينعمه بون انا صابر جايزه الاولى عليا جايزه ثانيه في كرتاج منيره جايزه ثالثه ساوس الحمامي الجايزه الرابعه وبرشا وفيصل رجيبة كان معانا زيدا سكوار جيزة خامسة حسيلوا برشا فنانين كنا في الفترة هذيك وكان حفل حفل رائع 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 جدا على مسرح كارتاج عام 85 وكانت المجموعة معناها النيرة الموجودة وقتها من اللجنة تضم برشا برشا ناس حلوين كما سي صالح المهدي الله يرحمه وينعمه وبرشا فوالا دونك هذيك كما روحك الحلوة زيدا كيف روحك الحلوة وانطلقت رحلة انطلقت المسيرة بالإنتاجات والكل وانضميت لفرقة مدينة تونس من بعد في 86 مع سي محمد عبيد ربي يطول في عمره ثم الفرقة القومية في مش فرقة القومية مع سي عز الدين العياشي ربي يطول في عمره ولا مع سي حمادي بن عثمان ربي يطول في عمره من بعد مع سي عبد الرحمن العيادي ربي زيد يطول في عمره ربي يطول في عمرهم الكل وعندي معهم ذكريات حلوة برشا الكل دونك بديت من التسعينات انا جو في الفرقه القوميه وقعدت ممكن انا اكثر وحده معناها مع سي عبد الرحمن العيادي الفرقه القوميه قعدت بريسك 10 حاجه كي من هكا وكان عصر ذهبي هو الاغنيه التونسيه عصر ذهبي يعني كان العصر اغاني نعم. اغاني حلوه برشا كيما انا مشتهيت باغ اكزومبل ليانا كيما برشا اغنيات وكنت مؤسسه تلفزه الاذاعه التلفزه التونسيه كانت تنتج بيان سور اون باراليل الاذاعه التلفزه التونسيه اون باراليل مع فرقه مدينه تونس وقتها وبعد الفرقه القوميه كانوا اون باراليل انتاج معناه ينتج غادي وبعد يتسجل في استوديو 8 فوالا معناها كان فما انتاج زاخر وكان فما حركه وكان فما اصوات جميله والله انا شو يقولوا لي عاليه بكيه انا راهو عندي برشا معناها جبناك لفيات معناها بالحق تجي ديك كي الغصه معناها خاطر ولا صافي لونطون وقت اللي نطلع القسم الموسيقى ونشوفوا كيفاش ولا فما ولا فما برود ولا ما عادش فماك الحركه ما عادش فماك الحياه هي ملي انفصلت الإذاعة التلفزة الحقيقة ماتت برشا حاجات يعني في المؤسسة الإذاعة التلفزة التونسية مالوغوزمون باهي احنا باش نحييوك ببورتخي عليا نذكروا فيه طبعا فكرة ناخذوا فيه فكرة على أهم يعني ما جاء في مسيرتك الفنية نتفرجوا في البورتخي ونرجعوا لتشيركولو إيطاليانو تشيركولو ناكلوا البيتزا أوكي آخر يا حبيبي ورجع مطول مره الخيمة سافر يا حبيبي ورجع مطول مره الخيمة والدار بعدك أظلم الله عطاك الهيبة يا ما الله عطاك الهيبة عالية بالعيد مطربة تونسية أصيلة جابس اشتهرت في بدايتها بالغناء لأم كلثوم مشوارها يمتد على قرابة 20 سنة قدمت خلالها أكثر من 200 أغنية متنوعة بين العاطفية والوطنية والدينية والفولكلورية يما يا حبيبي من فرقة والله حبيبي من فرقة حبيبي هذه شنو عزيزتي؟ نياكي غورغونزالو هكا خليني نذوقو دونك نعطيك شوية هكا هذه قال لنا بالغوكفو لا ولا لابراج كنا مبراج بقلاوة اي على الطريقة التونسية اي والله بالزوز والجبن الله سي بون ميرسي بوكو هذه قلت شنو اسمها نساف اهلاق اسمها نيوكي غورغونزالو به طيب عاليا نرجع شويه حكينا على البدايه وتوا نمشي للنهايه ديريكت على خاطر نحب نعرف جديدك الفني والله اخر تجربه خذتها او عملتها يعني هي نعم مع كانت مجموعه من الاغاني اللي هي ميونس 9 اغاني حكينا على التجربه هذه وعلاش هي ميونس بالذات
انا معني من بدايتي من صغري بلوتو من صغري مش من بدايتي وانا خاطر انا بديت حتى فن بديت صغيرة على اج دو 16 ans مي من صغري نعشق هيام يونس فما نعشق هيام يونس ابار ام كلثوم نعشق هيام يونس ونعشق فريد لاترش واسمهان دونك صوتي ديما قريب لهيام يونس نفس برسك للقام ونفس نحبها برشا ونحب حتى النوعية اللي تغني فيها تقول الشعر العربي والكل فنانة بصراحة مثقفة وحلوة برشا وعندها في صوتها معناها صوتها مميز فلا دونك انا نحبها برشا ونغني لها نغني لها دوبوي وقت اللي هي جات الفكرة معناها فكرة الالبوم هذية من قبل انا عندي الفكرة لكن تعديت في برنامج تلفزي سي سوفيان سيلا مهم تعاد حفلات وصديق يحبوا برشا عجبته الفكرة غنيت وقتها شوية من سافر يا حبيبي وقلت فيه موال وانا نحب المواويل فعجبته الحكاية وأوعزت له اني انا نعمل شريط وكلم سي نعمان الشعري معناها بالحق نعمان الشعري أرانجور كبير عنا في تونس من أعز الموزعين عنا فأعمل لي اخترنا مجموعة من الأغاني المسموعة دايوغ بخطر المتلقي ما هو يزمو زيدي يكون عنده حاجة رسخة في, 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 في وذنيه فهمت؟ فاخترنا مجموعة من الأغاني وعملناهم أنشيني كما بار إكزامبل سافر يا حبيبي تعلق قلبي ويا يا ماما وهما فما في المقام الراست وفما في المقام البيتي وهو عرف كيفاش معناها ينشينيهم وفما سمراء زيادة من الأغاني الجميلة اللي بدينا بها فلا دونك أنا عملته والله بالكيف معناها مش اللي حطيت فيه معناها ما حطيتوش معناها باش يكون معناها حاجة كوميرسيال عجبتك الباكيري هذه بلي فخوي دماغ عالية؟ بنينة كما قلت لك أكا أدريان وهدرة فيه فخوي دماغ متاعنا بنينة برشا بيان سور حاجة فرشكة وبنينة ومنش مش جيبوها من إيطاليا بيان سور أنا ديما نعتز أنا جبسية ديما نقول الخزات عايش كعزيز تقول معروفة المنطقة هذيك اللي عندنا احنا من أروع ما ثم ويصدروا فيها لليابان وغيره معناها بنينة لأنه الخليج هذيك دافي مع الدوغري نتاع الملوحية يعطي دي كروفيت بنينين برشا عالية وأحلى من نختموا به لقائنا اليوم طبعا باش سمعنا حاجة بنينة كيما لي بلا اللي كليناهم اليوم أي عزيزتي بان نيامك باش تختار لنا أنا راهو أبار معناها اللي قلت لك أنا حبيت فريد واسمهان على اج دو 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 3 ans ولا 4 ans وام كلثوم وهيام يونس بعد انساف ابار كون نحب فريد وانا صغيره وام كلثوم وهيام يونس وكل زيد من بعد وليت نحب فايز احمد ونجات وورده وسعد محمد والكل دونك بيان سور وديع الصافي ميادة فخري وميادة الحناوي والكل فوالا باش نقول الورده اش باش تسمعنا الله يرحمها وينعمها كل خليك هنا خليك وبلاش تفاري بتقول يومين وتغيب سنة وبلاش تفاري خليك هنا خليك وبلاش تفاري بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفاري خايفة من بكرك واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هناك حبيب مجروح قولك يا حبيبي لك الفرقة لك شوف كم سنة من عمرنا ضاع مننا كم سنة كم سنة تيرارارارا
حرام عليك حرام وحياة عينيك حرام خليك هنا وبلاش تفارق خليك هنا خليك هنا روعة يعطيك الصحة وخليك هنا في سيرة الحرية اللي تحلوا وتحبوا شو رأيك في برنامج الذواقة؟ والله كيفاش كانت التجربة؟ أنا التجربة حلوة برشا الفطور بنين وتمتعت واستمتعت والله ميرسي بوكو كانت الماكلة حلوة برافو للشيف أدريانو برافو لمسيو سالفاتوري سالفاتوري برعا اللي فرح بينا زادا وميرسي للكيب الكل نتاع الغستوران ولليكيب نتاع تلفزتنا ميرسي بوكو وانا فرحانه برشا اللي كنت بيناتكم احنا فرحنا برشا بوجودك اليوم معنا في ذواقه شرفتنا طبعا مرحبا بك عايشك وان شاء الله نلتقي بك في حلقات اخرى ربما شكرا عزيز. لكم مشاهدينا بهذا نختم لقائنا ومع موعد جديد وضيف جديد الى اللقاء